هاي يا نصر. لا انا لسه في الفيلا، قدامي 5 دقايق ونازل على الشركه. ايه حريقه؟ حريقه كبيره؟ حريقه في المصنع؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ مين قالك الكلام ده؟ يعني المصنع كله وقف؟ طب يا نصر لما رايح المصنع قابلني هناك، لما نشوف بقى هناك، لما نوصل هناك هنعرف ايه اللي حصل. احمد الحقني، المصنع بيتحرق والمكان كله واقف. ايه؟ نصر كلمني بيقول لي عربيه المطاف هناك. بسرعه انا رايح دلوقتي على المصنع. الحقني الحقني فورا يا احمد. طيب حاضر، خلاص حاضر، اتحرك دلوقتي حالا، مسافه الطريق. مع السلامه. يلا مؤمن تحت امري. على المصنع. حاضر. بسرعه. حاضر. في ايه؟ لازم اروح المصنع دلوقتي. تروح المصنع؟ تروح المصنع ليه؟ ايه اللي حصل؟ سيبها ازاي دلوقتي بس وامشي. يا احمد ما تفهمني، ايه اللي حصل في المصنع؟ حصل حريقة في المصنع والمكان كله وقف. ايه؟ انا بس هكلم عادل يرجع يقعد مع هند. لا لا لا، عادل ايه بس؟ تلاقي عادل نايم، كلهم ما ناموش من امبارح. روح انت طيب علشان تلحق، مش عارفه. ليلى انت كمان ما نمتيش. مش مهم يا احمد، انا هقعد مع هند والبيبي، ما تخافش. روح انت بس وابقى طمني. الله يخليك. طب انا اقوم اطمن على هند. احمد استنى، انا لسه سأل حالا عليها الممرضه دلوقتي، قالت لي انها نايمه. ما تدخلش عشان ما تصحاش. ما تخافش، انا هفضل جنبها مش همشي. لو حصل اي حاجه هكلمك في التليفون، تيجي على طول. ما تخافش يا عم. دكتور لو سمحت، حاله مدام هند ايه دلوقتي؟ هي كويسه بس انا شاكين يكون جالها عدوى. عدوى؟ عدوى ايه ومن ايه؟ هما النفاس، هي نزفت كتير جدا امبارح وجسمها ضعيف قوي. وايه خطورتها حمى النفاس دي؟ مش فاهمه، ممكن تفهمني؟ هو لسه مفيش حاجه اكيده دلوقتي، بس هنستنى نتيجه التحليل ونشوف. طب والبيبي؟ البيبي كويس جدا، هو دلوقتي موجود في اوضه الاطفال، حضرتك تقدري تشوفيه وتطمني عليه بنفسك. طب ممكن توريني المكان؟ اتفضل. لو سمحت. أفل. انا صاحب المصنع، ايه اللي حصل؟ في مسكره حصل في اللوحه العموميه والحمد لله الحين. طب الحمد لله. ألف الحمد لله. تحت امرك. اتفضل. شكرا. حط تشغيل، مش هينفع يقعد، الناس ليها طلبيات، فلازم يتحل. سعيد بيه. اطمن يا سعيد بيه، ربنا ستر. كان ماسك كهرباء. تعال تعال تعال. قولوا لي. والله حضرتك تشتغل ولا تتغير؟ للاسف يا فندم مش هينفع تشتغل خالص، لان في مفاتيح ساحه الكابلات. اللوحه دي ما اشتغلتش 4 شهور ولسه في الضمان. ضمان ايه اللي بتتكلم عنه دلوقتي؟ المصنع متعطل وعندنا طلبيات لازم ننفذها. اللوحه دي اتغير في قد ايه؟ مش اقل من يومين يا فندم، على ما نفكها ونمشي ورا خط خط ونطمن على تركيب اللوحه الجديده ونعمل لها تيست قبل تشغيلها. يومين كتير. ابو هاب انت ورجالتك ما تتنقلوش من هنا لحد ما العطل ده ينتهي. نصر
تجيب لهم طلباتهم تجيبها لهم فورا. اسمعوا العطله دي انا عايز تخلص فورا، سامعيني كلكم؟ تمام يا فندم. حاضر يا فندم. يلا اتفضل بسرعه يا فندم. على اذنك. لو سمحتي. الحمد لله على سلامتك. ازيك دلوقتي؟ ابني فين؟ ابني في اوضه الاطفال، خرج من الحضانه وبقى الحمد لله كويس قوي. طب احمد فين؟ احمد جوزي؟ مش عارفه، ممكن يكون بره. طب انا عاوز اشوفه. لا ارتاحي، احنا قلنا ايه؟ ارتاحي علشان تبقي كويسه وانا هشوفهولك. ممكن تنتهيهولي؟ حاضر، هطلع عندهولي دلوقتي حالا، بس ارتاحي. ازاي اختي هتولد بعد اسبوع وانتي مش مخلينا نطمن عليها؟ بصراحه يا ماما انتي مزودها قوي في الحوار ده، وبعدين احنا لازم نقف جنبها ونساعدها. النصيحة للي يطلبها، قلنا الكلام ده 100 مرة، ممكن تحل عن نفوخي، انا مش ناقصاكي يا ستي. الكل اسمعي بس، انتي مش واخدة بالك ان بابا طافي كده ومش مبسوط؟ كملي، عاوزة تقولي ايه؟ انا حاسة كده ان بابا عاوز يشوف هند ويطمن عليها، بس هو مش عاوز يروح عشان ما يزعلكيش. لا والله ناصحة، انتي فاكرة نفسك فاهمة دماغ ابوكي اكتر مني؟ انا ما قلتش كده، بس بابا برضه عايز يطمن على هند ويشوفها، وكمان عاوز يشوف اول حفيد ليه. لا يا مولا عريف، ابوكي زعلان صحيح، بس من بنته المحترمه المتربيه هي وجوزها اللي ما فكروش حتى يكلموه في التليفون ولو مره واحده. انا بقى اللي مش عايزه ازعل ابوكي، رغم اني هموت واطمن على بنتي واللي في بطنها. يمكن. وكملي تطبيق غسيل. حاضر. تحب يا بابا اعمل لك حاجه تشربها؟ لا يا حبيبتي متشكر. ايه ده؟ هو انت زعلان مني انا كمان ولا ايه؟ ايه انا كمان دي؟ حد قال لك ان في حد تاني زعلان منه؟ جرى ايه يا بابا؟ ده انا مريم، تفهمها وهي طايره، مش ناسي يعني مجموع الثانويه العامه ده. يا مريم انت عايزه ايه؟ انا مش فايق لك. شفت؟ يبقى انا اللي فهمت صح بقى. ايه فهمت ايه ان شاء الله؟ بصراحه يا بابا، انا في حاجات فهمتها وقلت عليها لماما من شويه، بس في حاجات عايزه اعرفها منك. نعم، عايزه تعرفي ايه؟ انا عارفه انك زعلان من هند، وان هي من ساعة الخناقة وهي ما بتسألش عننا. وبعدين؟ بذمتك يا بابا، مش نفسك تحضر ولادة اول حفيد ليك؟ طبعا عاوز يا بنتي، بس ساعة اختك ان شاء الله ما تيجي تولد هتبقى محتاجة مامتك جنبها اكتر مننا. دي حاجات ستات يفهموا فيها، انا مش عارف اساعدها. يعني انت هتخلي ماما تروح لها وتحضر معاها الولادة صح؟ ايوه طبعا يا حبيبتي. لو في اب لما بيزعل من ولاده بيقطعهم بقية العمر يعني؟ طب ما انت اهو ياما زعلت منك، بطلت كلام معاكي ولا منعت عنك حاجة عايزاها؟ لا طبعا، انا مريم يعني حاجه تانية خالص غير كل البشر يعني. لا يا مريم صدقيني يا حبيبتي، انتوا كلكم غلاوتكم عندي واحده، ومهما حصل من اي واحده فيكم عمري احساس ناحيتكم ما هتغير ابدا. ربنا يخليك لنا يا رب، ما يحرمناش منك ابدا. بذمتك بقى الدعوتين الحلوين دول مش يستاهلوا كده مكافاه؟ مفيش فايده فيك، هتفضلي طول عمرك زي ما انت، بس برضه مش هزعل منك. طب هات بقى. خير ان شاء الله يا رب. احمد لما كلمني قال لي ان ابنه خرج من الحضانه خلاص وانه بقى كويس. يعني احنا هنشوفه يا عادل؟ هند هي اللي قلقان يا عادل، احنا امبارح قعدنا في المستشفى قد ما قعدنا وما شفناهاش. هو احمد تلاقيه وصل عندها جوه دلوقتي؟ ما اعرفش والله يا ماما، اخر مره كلمني كان لسه في المصنع. ازيك يا عادل؟ ازيك يا ازيك يا حبيبي؟ اهلا. هسيبك على جوه. ها طيب ماشي يا حبيبي. يلا. يا عين امك يا ابني، ده بقى له يومين ما نامش، ربنا يطمنه عليها. يلا يلا. انت مجنونه، بقى عارفه بقالها يومين ثلاثه في المستشفى ما نامتش وما تقوليش. انت كلمتيها امتى؟ من شويه. اهدى بس سعيد، صدقني البنت صح، البنت صح. احمد في المصنع واللي اسمها هند دي قاعده لوحدها. ما تولع هند، ما تولع هند، انا مالي انا؟ بنتي بنتي.
ممكن تقع من طولها. الله يخرب بيتك يا احمد، الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفناك فيه. انت غلطانه يا نرمين، انت اكتر واحده عارفه حالتها. هتكلمها تقولها ايه بس؟ يا سعيد بنتك كبرت، ما ينفعش كده تسيبها تتصرف في حياتها. بلا كبرت بلا زفت. يوه اهي ما بتردش. خايفه؟ اه خايفه، انا عارف انها خايفه. طب يا ليلى لما اشوفك. ايوه يا احمد، انت فين؟ في المستشفى. طب هي جنبك؟ ازاي يا احمد لما اشوفك النهارده ما تقوليش انك انت سايبها في المستشفى؟ يعني ايه نسيت؟ والله العظيم قلت لها تروح من امبارح اللي ما رضيتش. حاضر. ايوه يا بابا. ايه بابا بتزعق كده ليه؟ طيب حاضر هروح. انت ممكن ما تزعقش كده؟ حاضر والله ايمن. ماشي. لا مش هستنى سواقين. ما تخافش انا هروح لوحدي وانا صغيره. ماشي. حاضر والله، مع السلامه. معلش يا احمد. ليلى هو برضه عندها حق، انت ما نمتيش من امبارح. معلش، ما انا هروح انام. لما اصحى طيب هكلمك عشان اطمن عليك. رد عليا بس. ها؟ حاضر يا حبيبتي. ربنا يا بنتي يكرمك ويعافيكي. ربنا يخليك. عن اذنكم. راحة فين بس؟ عادل معلش وعايزك توصل ليلى. يلا بينا. لا 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 خليه معاك، انا هروح لوحدي ما تخافش. مش هينفع، اتفضلي. لا والله مش عايز تعبه بقى، عيب. ماشي. طمنيني بس لما توصل. ها. سلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. امال فين عفاف يا احمد؟ ازاي ما تجيش لمنتهى لحد دلوقتي؟ هو ده وقت الزعل برضه؟ معرفش يا امي بقى. لازم تقول لها يعني. ماما انا كل همي دلوقتي ابني ومراتي وبس كده. لو سمحت انا عايز اطمن على هند مراتي بس. حاضر بعد شويه بس، علشان في متابعه دلوقتي في غرفه الرعايه وانا هدخل لها. طب انا ممكن اطمن على ابني؟ على فكره هو خرج من الحضانه وبقى في حجره الاطفال وبقى كويس جدا، مش محتاج لرعايه طبيه، يعني ممكن حضرتك تقدر تاخده معاك. يعني يقدر يخرج من غير امه؟ اه حضرتك عارف ان هي هتطول معانا شويه. ليه تطول؟ ليه ان شاء الله؟ انت ما تعرفش ان عندها حمى نفس. يعني امك يا بنتي؟ يا ماما حمى النفاس دي؟ ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش. بصي يا احمد، احنا ممكن ناخد البيبي عندنا في البيت لحد ما هند تقوم بالسلامه. اطمن يا حبيبي، ابنك هيبقى في عينيا لغايه امه ما تقوم له بالسلام. لا معلش يا امي، انا عايزه يفضل معايا. معاك؟ بتفكر تاخده عند ليلى. طب وفيها ايه امي لو خدته عند ليلى؟ فيها انه يتعدي منها. ماما بس اسكتي، الحاجات دي ما فيهاش كسوف، ده لسه حته لحمه صغيره ممكن يلقط اي حاجه. مدام هند ازيك؟ عامله ايه النهارده؟ انتوا مش مخليني اشوف ابني ليه؟ ابدا مفيش حاجه، احنا هنزور بس يومين ثلاثه نطمن على صحتك وبعدين تشوف البيبي. عايز متابعه كل ساعه، ضغطها واطي قوي. حاضر يا دكتور. احمد فين؟ بره. على فكره هو من بدري عايز يدخل، بس انا اللي كنت مستنيه الدكتور لما يخرج. هندهولك حالا. الحمد لله على السلامه. سلامتك يا حبيبتي. أنا تعبانة أوي يا أحمد. يا ريتني كنت مكانك يا حبيبتي. بس ما تقلقيش، الدكتور طمني وقال لي أنت تخرجي في أسرع وقت إن شاء الله. ابني يا أحمد. حتى عشان خاطري. ما تفكريش في أي حاجة دلوقتي غير صحتك وبس. ابني يا أحمد. حتى عشان خاطري. أنا هاخد بالي منه. ماما فين؟ أنت ما قلتلهاش؟ لا يا حبيبتي، أنا قلت أطمن عليكي الأول، بعد كده أسألك أكلمها ولا لا؟ ما تكلمهاش.
مش عايز حاجة من حد. طب خلاص اهدي اهدي. حاضر مش هكلم احمد. انا هموت. اللي انت بتقولي ده؟ لا يا حمدي، الدكتور قال يومين ثلاثة وتخرجي على طول. قوليلي بقى نفسك تسميه ايه؟ تسميه عليا. كده يا ليلى تقعدي طول النهار بره؟ ما عندكيش فكره ابوكي عمل فيا ايه في التليفون؟ احضر لك العشاء يا مدام؟ لا متشكره، انا مش عايزه اكل. وكمان مش هتتعشي؟ ده انت يا بنتي مش قادره تقفي على رجليكي. والله يا ماما ما قادره، انا نفسي انام، انا جعانه نوم بس. طب وعليكي بقى بايه كل ده؟ ايوه صح عندك حق. انت عندك حق في كل كلمه، وبابا كمان، وانا يا ستي غلطانه في كل اللي عملته. كفايه بقى، كفايه اللي عملوا فيها بابا في التليفون ده، زعلي ومسح بيا الارض وصوته كان عالي جدا. كفايه ارجوكي. يعني حتى الكلام مش عايز تسمعيه مني يا ليلى؟ مش قصدي، بس انا تعبانه قوي يا ماما، تعبانه. طيب يا حبيبتي معلش سلامتك. انت تعبتي معايا صح تاني ماما؟ عشان خاطر ديكي شايفه احمد مشغول ومش فاضي مع هند والمصنع اللي اتحرق، وانا قاعده لوحدي وشكله مطول كام يوم. خليكي قاعده معايا بقى. ماشي حبيبتي، يلا يلا عشان تستريحي. انت بقيتي بتضحكي عليا كتير قوي يا ليلى وتبقيتيني معاكي. عشان انت بتنوري البيت ده كله والدنيا يا ست الكل. يلا يا كريمة حبيبي عشان ميعاد نومك جه. أنا استنى بابا. مش هينفع يا حبيبي، بابا هيتأخر. يلا. السلام عليكم. أه بابا جه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. طمنيني يا ماما، أخبار هند إيه؟ كويسة الحمد لله. أنا مرضيتش أنام وماما كانت بتزعق. طب يا عم أديني جيت أهو. يلا بقى خش نام. مالها ماما يا عادل؟ لا ما ملهاش. انا اخش اغسل وشي كده وفوق برجع لك. وانا اغسل وشي معايا. طب تعالى يا لمض. يلا. ايه الجو المكهرب ده؟ هو في ايه؟ هند تعبانه، جات لها حمى النفس. يا نهار ابيض. طب والبيبي فين؟ لسه في المستشفى، ماما كانت عايزه تجيبه هنا، واحمد طبعا مرضيش وقعد يقول لك انا عايز ابني يفضل جنبي، ومن ساعتها وماما زي ما انتي شايفه مش طايقه تكلم حد. واحمد عايز يودي البيبي عند ليلى؟ ده ممكن يموت. على فكره ماما بتتكلم صح. بقول لك ايه، انا تعبانه قوي وهموت وانام. تصبحي على خير. انتي من اهل الخير. ليه بيحصل ده؟ بس 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 يا ليلو، بس بس بس. انا عارف انت جعان. بس بس. الحمد لله على السلامه يا بيه. الله يسلمك. يا ليلى فين؟ مدام ليلى نايمه ومعها مامتها الست نبيله، بايته معاها من امبارح. طب بقول لك ايه، بتعرفي تعملي رضعه؟ اه طبعا. طب خدي الشنطه دي فيها ببرونه ولبن، اعملي لي رضعه لعلي وعبيه لنا قهوه. إيه هو دم لمين يا بيه؟ ابني. يلا يا سماح. حاضر حاضر حاضر.
بس يا دوب بس يا انت جعانه انت جعانه بس انا هتعمل لك الاكل دلوقتي يا ديلو بس 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 يا حسن والله حسن دماغي مش فيها اليومين دول يا ابني صوت ابني يا ابني بس 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 ما هند خلفت اول امبارح الله يبارك فيك بس بس والله حسن في كارثه هند جالها حمى النفاس دي ايه حمى النفاس دي جات لها ازاي دي يا احمد اللي حصل بقى يا حسن طب طمني هي عامل ايه دلوقتي والله حسن في العنايه مركزه لا حول الله يا رب عينيا مركزه لا دي كده شكلها تعبان فعلا يا احمد طب على الاقل عرف خالتك عفاف انت عارف لو انت ما قلتلهاش حاجه زي كده وعرفت من وراك مش هترحمك بس 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 لا يا حسن ما تعملش كده يا ابني هند هي اللي قالت يا حسن اسمع الكلام زي ما بقول لك بقى يا حسن والنبي مش قادر اتكلم والله العظيم عايز انام حسن بقول لك ايه اقفل يا حسن مش عارف اتكلم الوقت هكلمك بعدين انا سلام بس يعني بس 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 احمد ازيك يا ليلى ده جميل قوي ما شاء الله يا روحي هو ماله زعلان ليه كده ما اعرف حرام حسبي علينا ما تخافش مش قصدي والله العظيم بس عمال قاعد من ساعه ما خرجنا من المستشفى لغايه هنا ومش عارف اعمل له اي حاجه الرضا يا سماح ايوه حاضر حاضر تعرف تاكليه ايوه طبعا اكيد طب خد مالك انا مالك خلي بالك منه يا سماح طمني على هند هي عامله ايه دلوقتي والله تعبانه ليلى يا رب تبقى كويسه ان شاء الله وما تخافش والله انا بدعي لها كتير قوي هو انت جايب البيبي هنا علشان اخلي بالي منه؟ لا لا خالص انا بس قلت اجي اريح شويه عشان تعبان جدا وبعدين متخانق مع امي عشان كانت عايزه تاخد علي وانا قلت لها مش هينفع فيعني وانا جاي في الطريق كده كلمت مكتب هيبعت لي شغاله متخصصه تاخد بالها من علي بقى بس هوديهم على الشقه هناك عند هند ازاي يعني؟ ازاي تسيبه مع دادا لوحده؟ خليهم يقعدوا هنا عشان حد يلاحظه ما ينفعش يقعد لوحده يا احمد وبعدين انت شكلك تعبان قوي وعينك حمرا جدا من التعب يلا قوم نام بس ده عاوز يغير طب ما تغيري له يا سماح طب حضرتك ما جبتش البامبرز والبودره والحاجات دي يعني نسيتهم في العربيه والله طيب انا هنزل اجيبهم بس لما ياكل احسن عيني جعان قوي روح يا سماح لا لا انا لا 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 روح يا سماح استنى انا هجيب ماما 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 يا حبيبتي ماما اسمي بسرعه في حاجه مهمه قوي ايه اللي حصل ما تخافيش بس تعالي معايا هفهمك فهميني ايه بس يا ليلى ايه اللي حصل يلا بس هقول لك بعدين تعالي يا بنتي واخداني على فين تعالي هنا بس قولي لي ايه اللي حصل بصي بصراحه انا عايزاكي تساعديني في حاجه في ايه احمد جه تحت وجاب ابنه معاه البيبي بصراحة أنا عايزة يسيبه معايا عشان أخلي بالي منه وهو طبعا خايف عليه علشان أنا أنت عارفة فعايزين نقول له دلوقتي وأنت بالذات تقولي له
ان انت هتخلي البيبي معاكي وان انت هتساعديني فيه، فهو كده ممكن يطمن ويسيبوني، عشان البيبي ده لازم يفضل معايا يا ماما. انت هتجننيني. تعالي طيب، بس تعالي نتكلم بعدين. تعالي. احمد ازيك يا احمد؟ ازيك يا ماما؟ مبروك مجالك. الله يبارك فيك. هي بقى ماما يا سيدي هتاخد بالها من بيبي، هي وسماح كمان مش لوحدها. نام انت بقى واستريح، ما تفكرش في الموضوع خالص. انت بس ما ينفعش عشان ايه؟ بس استنى انت يا سماح. ايوه تعالي بسرعه. أيوة. ادي البيبي لماما وروحي انت هاتي الحاجات من العربيه بسرعه. حاضر اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاقيهم شنطه بيضاء على الكنبه. حاضر. ما شاء الله. احمد لو بتفكر ان انا ممكن اعدي البيبي او حاجه ما تخافش، انا دارسه كويس قوي كل حاجه وعارفه ايه المفيد ليه وايه المضر، وهيبقى مع ماما وسماح. صح يا ماما؟ استني بس يا بنتي، هي مامته تعبانه قوي يا احمد، ما تقدرش تاخد بالها منه؟ والله عندها حاجه اسمها حمى النفاس. ياه يا حبيبي، يبقى خلاص بقى يا احمد، ما ينفعش، لازم تسيبه لنا. ايوه واحنا كمان ممكن نبعت نجيب دادا هادية وكلنا نخلي بالنا منه. ايه رايك بقى؟ كل دول هياخدوا بالهم من الصغير ده. انا بس ما كنتش عايز اضايقكم يعني، وفي نفس الوقت انا كلمت الدادا دي تيجي تعمل الموضوع ده. طب خلاص كويس جدا، خليها تيجي وتبقى هنا تحت عينينا، يبقى كلنا قاعدين مخليين بالنا من البيبي. سميته ايه يا احمد؟ هند عايز تسميه علي. مالك يا حسن في ايه؟ بصي هو في حاجة حصلت وانت لازم تعرفيها. خير في ايه؟ اختي كنت مالها؟ ولدت وكانت منبهة على احمد ما يجيبش سيرة عشان كانت عايزاكم ما تعرفوش. عنها ما عازت. اختك في العناية المركزة، حالتها خطر، جات لها حمى انفاس وهي بتولد. يا نهار اسود. طب يلا يلا قوم قوم، انت قاعد بتعمل ايه؟ يلا بسرعة. على مهلك. قوم. أهلا. ازيك يا مريم؟ بابا فين؟ بابا سافر لعميل بلد. وماما؟ ماما جوه نايمة. طب استني هصحيها أقول لها. هو في إيه؟ متخافيش يا حبيبتي متخافيش. هند أختي بس ولدت وتعبانة شوية في المستشفى. تعبانة إزاي؟ تعب الولادة العادي ده صح؟ إن شاء الله هتخف وتبقى كويسة، ما تخافيش. رايحة فين حضرتك؟ بنتي. طب بس ما تطوليش لو سمحتي. انت ردي عليا. لا لا ما ينفعش كده حضرتك، احنا اديناها مسكنات علشان تهدى وتنام شويه. اتفضلي حضرتك بره، وهي اول ما تفوق بالسلامه كده هدخل حضرتك. اتفضلي. يا ماما طمنينا. رايحة خالص، مش حاسة بحاجة حواليها. انتي بتموت، بنتي بتموت بقالها يومين وانا ما اعرفش. بعد الشر ما تعمليش نفسك كده، بس اهدي. وديني لو شفته، وديني. السلام عليكم. كده برضو يا احمد؟ بنتي في الحاله اللي هي فيها دي بقالها يومين اتنين، وانت مش هين عليك ترفع سماعه التليفون عشان تقول لنا؟ ليه؟ مقطوعه من شجره ملهاش حد يسالوا عليها. انت اتجننت ولا ايه؟ ما تنطش. خلصنا حالا. وديني مع احمد يا احمد، لولا المكان اللي احنا فيه ده والحاله اللي فيها بنتي، ربنا وحده يعلم انا كنت ممكن اعمل فيك ايه. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا نسيتوا نط في المستشفى وفي مرضى ولا ايه؟ معلش انا اسف، بس الحاجه انفعلت شويه، انا بعتذر لحضرتك. ما ينفعش الكلام ده. انا اسف. اتفضلوا بقى. حاضر. خلاص يا احمد ارتحت؟ بعدتها عننا؟
بعدها علينا وبقت بتاعتك. وانا قلت لك تصوير طول الشهور اللي فاتت دي، جاي تحضري دلوقتي؟ في ايه يا حسن؟ في ايه يا احمد؟ احنا في مستشفى، ما ينفعش تكلم حماتك بالطريقه دي. خلاص خلص. طب انا عايزه بقى اشوف ابن بنتي. شوف بنت ده، انا حتى ما اعرفش بنتي كانت ولد ولا بنت. طب اهدي يا ماما اهدي عشان خاطري لو سمحتي. شوف طول خير بقى يا ابني، هديها وقول لها هند جابت ايه؟ ولد يا حسن، جابت ولد وهو عندنا دلوقتي وهي اللي واخده بالها مني. عند ليلى خلاص يا ماما اهدي لو سمحتي. احمد عشان خاطرك تعالى دلوقتي امشي من قدام، تعالى نكمل الكلام في اي حته ثانيه لو سمحت. خلاص يا احمد يا ابن عليا افتريت، مالكش كبير ابنك يا ابني في حضن مراتك الثانيه. ابني بقى وبراحتي، اشوف مين رعيق وبمزاجي. كل اللي انا عايزه منكم دلوقتي ان انتوا تدعوا لها وبس.